اهلا وسهلا حبيباتي الغاليات، اش اخباركم؟ توحشكم بزاف بزاف كالعاده، وفيديو جديد مليء طبعا بالحيل والمنظمات والافكار وكذلك اشياء رائعه اللي غادي تستافدوا منها. اكيد تابعوا معايا الفيديو الى الاخر ونبداو على بركه الله. فبالنسبة البنات، الحيلة الأولى اللي غادي تكون عملية ومفيدة بزاف بزاف الأمهات هكذا اللي عندهم وليداتهم مازال صغار، فكي كتعرفوا ملي كيكونوا صغار كنخافوا أنهم نعطيهم هكذا كيسان ديال الماء ولا عصير أو الحليب، فكنخافوا أنهم يكفحوا على الفرج ديالنا ولا حويجاتهم. فالحيلة البنات اللي لقيت لكم هو أنكم تاخذوا واحد الكاس وهكذا تغلفوه مزيان بالبلاستيك الغذائي بهذه الطريقة كيف ما شفتوا معايا. داك البلاستيك الغذائي البنات راه كيغلف مزيان الكاس وما كيخليش داكشي اللي لداخل يخرج. وكذلك ما تنساوش انكم ديروا فيها هكذا واحد الباي هكذا، واخا الولد كيشد لينا داك الكاس كنكونوا في مأمن باش انه يكفحوا لينا، وهكذا حتى هو كيشرب مزيان بديك الباي وكتجيه سهله. بالنسبة للفكرة الثانية البنات، حتى هي عملية واكيد اكيد غادي تنفعكم، فكلنا كنشريو هكذا دي ساشي اللي كيكونوا فيهم القطنيات او اللي كيكون فيهم كوسكوس، او سواء كانوا ديال بلاستيك او ديال كرتون. عندي لكم هاد الطريقة باش اننا منين نحلوهم نحتفظوا من بعد داك الساشي ديالنا ويبقى معنا مدة طويلة. يكفي اننا ناخذوا هاد الباي هكا، ناخذوا القياس ديال الساشي اللي حنا عندنا وغادي نحلو الباي من الداخل وغادي نحاولوا نمرروه بهذا الشكل هذا على داك الساشي ديالنا. كيف ما شفتوا معايا داكشي اللي داخل كيبقى بروتيجي وهكذا ما كنخافوش انها تفتح معانا. وندوزو اكيد الفكره الثالثه، فكي كتعرفوا معايا البنات بالنسبه للبرارت دي فوا كتكون عندهم ديك الفتحه منين كنخويو اتاي كتكون ضيقه بزاف، فواخا كناخذوا ديك الفرشات اللي كنغسلوا بها هكذا داك الراس ما كنقدروش اننا نتنيوها لانها كتكون ما كتكونش كتتنى. فعندي لكم هذه الفكره ممكن تستعملوها هكذا الباي، فلافونتاج فيها هي انها كتقدر تتنى وهكذا كنقدروا ننظفوا كاع الجوانب ديال ديك الفتحه بهذا الشكل هذا. وهذه الفكره البنات حتى هي كنتمنى انها تعجبكم. فكيف ما كتعرفوا بالنسبه للفروماج حمر ملي كنبغيو نحكوه كتكون ديك الحكاكه شي شويه صعيبه، دي فوا كنقدروا نقيسوا هكذا صبعنا. فالطريقه هي انكم تستعملوا بحال هكذا هذه الفورشيت هذه، ملي كتقربوا تساليوها كتبقاو كتحكوا وما كتفصلوش صبعانكم من ديك الحكاكه، كتبقاو شادين فقط في ديك الفورشيت. صراحه عمليا نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. وكنصيحه البنات، ملي كتستخدموا هكذا فرماج حمر ما ترميوش داك القشور الحمر اللي كيكون، حاولوا تستغلوه في تعطير الحمامات ديالكم كما سبق لي وشرحت لكم في واحد الفيديو قبل ديال تعطير الحمامات. الصراحه كينفع بزاف في تغيير اللون ديال الشمع الاحمر ديالنا. ومني كنساليوها البنات، بالنسبه لهاد الحكاكه حتى هي كتكون صعيبه شويه في الغسيل ديالها، فنصيحتي لكم هو انكم تاخذوا هكذا فرشه ديال الاسنان اللي تكون خاصه فقط للتنظيف، وكنحاولوا نخويوها هكذا الماء وكنحكوا بهاد الفرشه ديال الاسنان، فدوك السنينات البنات كيتغسلوا مزيان والنتيجة كتكون رائعة وهكذا كتحافظوا حتى على إيديداتكم. ونمروا كذلك للفكره السادسه وان شاء الله غادي تعجبكم. فشحال مره البنات وليداتنا هكذا كيستهلكوا الياغورت وما كيكملوش، كيخليوه النص ديالو، فما يصلحش اننا نرميوه، يكفي انكم تاخذوا ديك لاباي ديك البلاصه اللي كتتنى البنات وكتمروها بحال هذا الشكل هكا، كيبقى مسدود وكتخليوه في الثلاجه مده كافيه حتى كيستهلكوه مره اخرى. بالنسبه للبنات، الفكره السابعه حتى هي رائعه وعمليه. فكما كتعرفوا هذا موسم ديال الفلفل الاحمر، فانا شخصيا كيعجبني بزاف وكنستهلكو بزاف، فملي كتكون عندنا هكذا كميه كبيره فيكفي انكم تاخذوه وتفزقوه هكذا بشي شويه ديال الزويته وتوضعوه في الفرن تخليوه حتى كيتشوى مزيان، من بعد تتوضعوه بحال هكذا في قنينه ديال الزجاج، وفي واحد البول كتاخذوا شويه ديال الماء كيكون سخون وشويه ديال الملح وشويه ديال الخل كيف ما شفتوا معايا، ومن بعد كنعمروا هاد القنينات ديال الزجاج مزيان بهاد الخليط هذا وشويه ديال الثوم وكنعقموا القنينات ديالنا. صراحه البنات كيبقى معنا مده طويله وكيجي رائع رائع وبنين هكذا، كيكون واجد كل ما بغينا نستهلكو كنجبدو واحد القنينه.
وهنا كنكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون مليء بالحيل والافكار اللي تكونوا استفدتوا منها كي كنقول دائما ولو حيلة. شكرا على التتبع ديالكم، وشكرا لاي اخت او الاخ وصلوا معايا حتى لهذا المقطع ديال الفيديو هذا او حتى نهاية الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنسوش التشجيع بالضغط على زر اعجاب او لجيم او لايك، وكذلك الانضمام الى القناة الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة. وخليت لكم الصحة والرحاب. السلام عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع